بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم 19/9/2020 ومن مجزر البساتين تم بحمد الله تعالى تحميل 18 طن لحوم طازجة على النحو التالي متجهة إلى المديريات الآتية: محافظة أسيوط 4 طن، محافظة صهاج 4 طن، محافظة قنا 4 طن، محافظة الإسماعيلية 3 طن، محافظة الشرقية 3 طن، مع كل سيارة مفتش عام لتوصيلها إلى السادة أصحاب الفضيلة وكلاء الوزارة لهذه المديريات المذكورة سالفا، وذلك لتوصيلها تسليمها إلى مدير الإدارات الفرعية، وذلك لتسليمها إلى الأسر الأكثر بالرعاية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.